اعزائي مشاهدي قناه الاهلي، برحب بحضراتكم مره ثانيه. يمكن طبعا دي ثالث مباراه في هذه البطوله، الجابون 2017 المجموعه الثانيه تعادل ايجابي ايضا، يعني المباراه الثالثه على التوالي في هذه البطوله بتعادل، تنتهي بالتعادل الايجابي 2-2 ما بين الجزائر وزيمبابوي. يمكن احرز الهدف الاول للجزائر رياض محرز في الدقيقه 12، ثم تعادل كوادو ماهاشي لاعب زيمبابوي في الدقيقه 17، ثم يتقدم زيمبابوي الخصم اللي احنا ما كناش متوقعين ان هو يكون بالشكل ده، ولكن فعلا فريق قوي، فريق لا يستهان به. نياشا لاعب زيمبابوي في الدقيقه 29 من ضرب الجزاء، ثم تعادل رياض محرز في الدقيقه 81. يعني اعتقد ان بطوله قويه حتى الان، ثلاث تعادلات واهداف موجوده النهارده رائعه. ممكن نقول ان احنا شفنا منتخب قوي زي زيمبابوي النهارده بينافس بشكل كبير منتخب الجزائر الكبير، المنتخب القوي اللي بيكون فيه مجموعه من اللاعبين المميزين اللي موجودين في الدوريات الاوروبيه. قبل ما اروح طبعا وارحب ايضا مره ثانيه بضيوفي، خليني اقول بعض الاخبار اللي موجوده في البطوله هناك، طبعا خاصه بمنتخبنا الوطني. طبعا وصول كابتن هاني بوريده للجابون وحضوره التدريب اليوم، اكيد كابتن هاني بوريده كان وصل لمقر البعثه بمدينه بورت جنتل في الجابون، ودي المدينه اللي ان شاء الله هيكون فيها المنتخب الوطني، وايضا منتخب المغرب ايضا في المجموعه الثالثه، ايضا المجموعه الثالثه بيبقوا هيلعبوا في نفس الملعب هناك. كابتن هاني بوريده استقبله طبعا كابتن حازم الهواري عضو مجلس الاداره، وطبعا حضر التمرين والفيديو امامنا الان. وطبعا يمكن اكيد وجوده مهم جدا مع منتخبنا، وجود كابتن هاني بوريده طبعا المدير التنفيذي او المدير رئيس اتحاد الكوره، ايضا عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وجوده مهم جدا مع اللاعبين ومع الجهاز الفني اللي دعمهم بشكل كبير، وان هو يديهم دفعه قويه. اكيد هيبقى في اجتماع، اكيد هيبقى في اجتماعات في الفتره اللي جايه من اعضاء مجلس الاداره والكابتن هاني بوريده واللاعبين والجهاز الفني، عشان طبعا يتم يعني زي ما بنقول ان انت بتديهم دفعه من خلال وجودك معاهم، من خلال كلام، من خلال تحفيز بشكل كبير في الاجتماعات. ايضا كابتن اسامه نبيه يمكن بيقول ان احنا نحمد ربنا على وجودنا في الفندق اللي احنا فيه. احنا كنا قلنا قبل كده ان في مشاكل في الإقامة لمنتخبنا أو فندق الإقامة لمنتخبنا، ولكن لما كابتن أسامة نبيه راح شاف فندق إقامة المغرب قال الحمد لله إن احنا موجودين في الفندق ده. واضح إن الفندق المغرب أو منتخب المغرب يعني أسوأ بشكل كبير من الفندق اللي منتخبنا عايش فيه، ولكن أنا أقول إن هي دي أفريقيا، وما دام احنا عندنا هدف معين ما بيهمناش أي شيء غير إن أنت تركز في الملعب. يعني منتخب طبعا قدى ميرانو النهارده، وكان غايب عن التمرين فقط شريف اكرامي، بنقول له الف سلام عليك، وان شاء الله يبقى موجود في الفتره الجايه مع منتخبنا. خلينا نرحب بضيوفي مره ثانيه، كابتن ربيع سين نجم مصر ونجم النادي الاهلي وعضو التحليل في استاد الاهلي. كابتن ربيع برحب بحضرتك يا كابتن. اهلا بيك، نور كابتن. كابتن ميدو طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي، برحب بيك يا كابتن. سلفول يا كابتن، برحب بيك. انا عايزك بس، هو مين اللي جاب الجون الثاني لزيمبابوي؟ هقول لك انت اسمه ايه؟ نياشا ماشيكوي. عايز تاخد كرسي ياباني انت عشان تقول؟ لا هو اساميهم تقريبا ما يعني في اسامي صعبه، بس انت بتقرا اللغه اليابانيه بتتكتب بالعربي برضو بتبقى مشكله. ده بالانجليزي كمان مشكله كبيره. لا لا انا قريتها بالانجليزي صح على فكره. كبيره قوي. انا بس كنت حابب يعني حميدو خطير. هو بالانجليزي اقراها صح. خدت انجليزي. لا ما هو بص كابتن، هو الاسامي صح يعني هتكتبها بالعربي هتبقى النطق ممكن مختلف، لكن لو هتاخدها بالانجلش ممكن كتير قوي، حروف كتيرة جدا. خليني اكلمك كابتن، يعني مفاجاه النهارده كابتن ربيع وكابتن ميدو، توقعتوا ان سير المباراه يبقى مختلف عن سير اللي احنا شفناه او نهايتها حتى بالتعادل الايجابي 2-2، ولكن حتى الان يعني واضح ان التعادلات موجوده في هذه البطوله بشكل كبير. كل الفرق زي ما انت قلت كابتن ربيع في الاخر او قبل ما نخش مباراه زيمبابوي والجزائر، لا الفرق كلها عايزه تبقى موجوده وتحصل على ثلاث نقاط ويبقى ليها شكل في هذه البطوله. النهارده زيمبابوي فاجئتنا بشكل كبير من البدايه كابتن، حتى ما كانتش خايفه، ما كانتش رهبه، بتقابل الجزائر بمنتهى القوه، بتهاجمه وما عندهاش ادنى مشكله. شفنا الهدف الاول لرياض محرز، ثم التعادل لفريق زيمبابوي والتقدم من خلال فريق زيمبابوي، لكن رياض محرز في الدقائق الاخيره بيتعادل لفريق الجزائر. بص يا كابتن، انا قلت لك كمان ان الكره الزيمبابويه بتميل للمهاره والمتعه. بتوع زيمبابوي كده صح بالك، والمهاره النهارده هي اللي حسمت هدفين بهدفين. المهاره كان ليها دور النهارده يا ميدو، صح، تصويب صح بالك، تصويب كل المهاره، هي وهي المهاره اللي هتحسم البطوله. يعني الجانب المهاري، القدرات المهاريه يا ميدو هي اللي هتبقى عندها حلول وتنويع
عشان اقدر افك الحصار الزحمه اللي اروح بيه. الجزائر برضو جنينها مهاره برضو رياض محرز تصويب بالظبط. فالمهاره تحسم النهارده حسمت بصراحه. انا شفت النهارده مباراه ممتعه تمام بصراحه، ممتعه في شوط لزيمبابوي وشوط للجزائر. فعلا اولا الشوط الاول زيمبابوي عملوا كل حاجه في الكوره، سجلوا هدفين، دخل فيهم هدف، سجلوا هدفين، وصلوا كتير جدا، ضيعوا اكتر من هدف، و هم اكتر استحواذ، اكتر سيطره، اكتر خطوره. اربعه كورنر مقابل الجزائر واحد. الجزائر الشوط الاول مفيش جزائر، مفيش جزائر خالص، مفيش جزائر يميدوا خالص الجزائر في الشوط الاول. مجرد الهدف بس، الهدف بلوحي، مبلوحي اللي هو الحارس طلع اكتر من هدف محقق لزيمبابوي. نجم المباراه كابتن، نجم فعلا، نجم المباراه عن يعني عن محرز، يعني محرز جابه الجوليل، لكن هو فعلا نجم المباراه. فالشوط الثاني بقى جزائر ثانيه، هم مسيطرين، 8 كورنر وصلوا، سجلوا، امتعونا بالكوره، في تحركات، في تمرير، في زياده عدديه. الفريق الزيمبابوي اعتقد انه يعني في الاواخر تحس ان لياقته البدنيه هبل، تعب، محاولاته 6 محاولات بعكس الشوط الاول. بالعكس بقى الجزائر هو الاكثر، هو الاخطر، هو الاقدر، هو اللي وصل، هو اللي راح، هو اللي ضيع. وكان ممكن الجزائر في الثواني الاخيره صح يكسب صح، لكن يعني برضو عشان اعتقد ان من العدل ان يبقى النتيجه 2-2 صح. ميدو يمكن متفق معاك تماما صحيح، يعني رؤيتك برضو للمباراه ميدو زي ما قلنا مباراه قويه فيها 4 أهداف فعلا ممتعه جدا، امتداد للتعادلات اللي موجوده في البطوله حتى الان. هي مباراه مختلفه فعلا لان كل فريق خد شوط كامل، يعني كل صحيح فريق زي ما الكابتن ربيع بصراحه اتكلم كلام يعني باستفاضه وكلام مميز قوي، ان هو فعلا كانت مباراه ممتعه، مباراه مميزه جدا. زيمبابوي فاجئت الجزائر بمستواه، فاجئته بالضغط، ويمكن يا كابتن ربيع اللي اثر على مستواه السرعه كمان بالظبط، سرعه الانتقال من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه والعكس. صحيح يعني صحيح، كانوا عندهم سرعه غريبه جدا، بيقطعوا بينتشروا بيتحولوا من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه ومن الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه بمنتهى التميز. صحيح، ويمكن اللي اثر عليهم في الشوط الثاني اللي هو بداوا يفكروا شويه ان هم يخرجوا بالمباراه 2-1. صحيح صحيح، عشان كده المدرب بدا يخرج اللعيبه من الحاله الهجوميه، بدا يعمل تغييرات دفاعيه شويه امن نص ملعبه، وده اكبر غلط. صحيح، دايما بقول عليه خلي بالك من غير كوره ال10 بيدافعوا بالظبط، من غير كوره بالظبط بيرجعوا ب10 بالظبط، الكوره بيروحوا بافراد بقدرات رهيبه. لكن يا كابتن علشان تعمل كده ال90 دقيقه لازم يكون عندك اللياقه البدنيه والحاله البدنيه بتاعتك عاليه جدا، لكن هم عملوها كويس قوي الشوط الثاني، عملوها على فترات الشوط، اسف الشوط الاول، عملوها على فترات الشوط الثاني، بس بداوا ان هم يلجأوا للحاله الدفاعيه بتغييرات المدرب كله بتاع زيمبابوي بالظبط بالظبط. قول لي بقى اسم حارس مرمى الجزائر. والله العظيم انا عارف ان انت هتقول لي كده بلوحي. ما بص اهو استنى يا كابتن بس معلش برضه، لا ولا برضه لما بقول له حاجه كابتن ربيع بيفضل يفكرني يعني. قول لي كده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ قول لي اسمه رئيس. لا لا اسمه رئيس بلوحي. برافو رئيس بلوحي. على فكره فاروق، على فكره النهارده بفضل الحارس ده، ده اسم عربي على فكره يعني فاهمني؟ طبعا طبعا الحارس ده النهارده كابتن ربيع لولا توفيقه النهارده في المباراه كان الجزائر خسر مثلا 4 أهداف. مطلع في الشوط الاول كوره نفس الجول اللي جابه رياض محرز الشوط الثاني بالظبط، نفس الكوره. صحيح، شوطه صعبه جدا طلعها من تحت رجليه، دي اصعب حاجه للجول. آه انفرادين شالهم عشان كده بس الجول الاولاني يا ميدو يعني انا بشوفه صعب جدا. هو في ناس الاول بتاع الجزائر ولا بتاع زيمبابوي؟ الاول بتاع زيمبابوي صعب جدا يعني لحد ما، مش سهل ده، بعيد بعيد، بس هي ماشيه يعني لحد ما على الارض وبطيئه، وعقبال ما وصلت يا كابتن مسافه طويله كان ممكن ياخد خطوه ويقدر ياخد تراي بتاعه بشكل كويس. بص يا كابتن ربيع الكوره راحه يا كابتن في جنب القائم، ودي اصعب بعيد حتى لو بطيئة، عن ايده حتى لو بطيئه، لان الجون تمركزه بيبقى شايف اللعيب بيبقى متمركز معاه، هو حط الكوره بعيد قوي عنه. يعني كانت في ناس بتقول الكوره سهله، لا مش سهله. الشوط الثاني في بدايه الشوط الثاني رقم 20 اللي روح كل خط الظهر بتاع الجزائر وانفرد ولعبها طلع هدف محقق. اه بالظبط، هي دي هو ده هو ده بقى بالزبط. اللي اسمه نياشي ماشوكاي ده، هو ده المشروع ده بصراحه بالظبط بالظبط، صاحب الهدف هدف فهو يحسب له ان النهارده كان حتى كابتن ربيع بيتكلم على واحد. على بليات اللي هو رقم 20 بليات ده رهيب يعني، كان عايزه هو كابتن. الشوط الاولاني كان في كوره ليه جت في العارضه لو في البدايه في القائم في الاولى كان عمل مباراه كبيره قوي قدام نادي الزمالك والنادي الاهلي، كان عايزه ولاعيب مميز جدا بصراحه. هم عندهم رقم 20 رقم 10 رقم 9 لعيبه مش طبيعيه. ده عندهم رقم 10 ده لعيب سرعات، كان بيلعب الجزائر لوحده الشوط الاول، عامل جبهه ناحيه الشمال لوحده. لا فرقه تحترمها. اللي انا شايفه يا كابتن ربيع ان الشكل العام في البطوله لغايه الثلاث ماتشات اللي احنا شفناهم، دور المدرب واضح قوي في الفرق اللي هي احنا بنقول عليها ان هي اقل من الفرق الكبيره. صحيح، يعني احنا امبارح شفنا غينيا
اقل، لكن التكتيك ودور المدرب بانوا ان هم فرقه قويه. هقول لك بقى النهارده برضو اتفضل. هقول لك يمكن هي كمان الكره الحديثه كابتن دخلت في كل انحاء طبعًا افريقيا. طبعا حضرتك بتتكلم على جزئيه مهمه جدا، لما العشرة بيهاجموا عشرة بي او سبعه بيهاجموا بيرجعوا كلهم بقى العشرة في حاله الدفاع، اعتقد ده جزء كنا زمان ممكن نشوف خمسه واقفين قدام ما بيرجعوش ورا. كان غير كده اخطاء كانت كتيره جدا. كان الجانب الدفاع وخاصه القلب طبعا كان بيبقى مفتوح، ما كانوش عندهم الجوانب الخططيه، الجوانب الخططيه في افريقيا معلش مع احترامي وفي عندنا في مصر يا ميدو، يعني زمان الخططيه كانت برضو قليله، المهاره الفرديه القدرات تحسن، انما دلوقتي ما شاء الله علم الكوره وعلم التدريب والمدربين النجوم في مصر نشروا موضوع الجوانب الخططيه لما على سبب البطولات الافريقيه والمنتخبات، فالموضوع ده زاد في افريقيا بقى فعلا حديث، لان المنتخبات يا كابتن يعني رقم واحد الجوانب الخططيه. طبعا تاخد بالك منه مع المدرب، لو المدرب النهارده فتح وكل واحد بقى في حته والجانب عشوائي اعتقد انه شخصيه. انت بتتكلم كمان كابتن مدرب وطني بالنسبه لهم، مدرب صغير لمدرب زيمبابوي، فبالتالي يعني تحس بصراحه كابتن فاروق فريق زيمبابوي النهارده عملت جيم بصراحه 10 على 10 تحترمها. انت مش شايفين الجزائر بهجومها؟ طب شوف البينالتي مهاره بص دخل ازاي ورقص وحسب بينالتي. الباك ليفت بتاعهم سته بالظبط، اللي هو اسمه نجيب لك اسمه حالا اونيسمور. اونيسمور كانت الاسماء سهله قبل كده يا كابتن ربيع. نعم اسماء زيمبابوي كانت قبل كده سهله شويه. لا دور شخصيه المدرب يا كابتن ربيع فرض نفسها على 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 الكره عموما، عنده حاجه على الكره عموما في العالم كله. المدرب دلوقتي بقى شخصيه، بقى ليه اسلوب، عايز الاول او كان زمان كانت المهاره او اللعيب اللي بيفرض نفسه على المدرب، دلوقتي المدرب لا عنده شكل، عنده ستايل، عنده طريقه عايز يلعب بيها، عايز يقول انا موجود. بقى شخصيته بتفرق كتير على نجاح في الشوط الاول لزيمبابوي، يعني جه عن طريق يعني طريقه اللعب كان شكلها بالنسبه لهم، يعني كلنا كنا متوقعين الجزء الدفاع هيبقى هو الغالب بالنسبه في زيمبابوي، لكن الوضع اختلف. ده اللي انا بتكلم فيه، نجاحه وايضا خلي بالك تحول لفريق الجزائر في الشوط الثاني، انت شفته ازاي؟ ده اللي انا بتكلم فيه، او انا والكابتن ربيع بنتكلم فيه، اللي هو دور المدرب ان هو التزموا تكتيكيا قوي الشوط الاول، اللي هو كانت كل الحالات حالات جماعيه، بيدافعوا بلعيبه جماعيه، بيهاجموا جماعيه، بيرتدوا بسرعه جدا من حالات الدفاع والهجوم والعكس، يعني بيرتدوا من حاله الدفاع لحاله الهجوميه، انتشارهم كان حلو قوي، كانوا مقفلين على الدنيا قوي، بالرغم من رياض محرز في جزء من الثانيه جاب جون، يعني في يارده جاب جون لم الراجل، يعني ما لحقش الراجل حتى يلف رقبته تاني. فاعتقد ان هم التزامهم التكتيكي وانضباطهم في الملعب ده اثر بشكل كبير قوي، زائد لياقتهم ان هم كانوا لسه فريش في الشوط الاول، عملوا كل حاجه تتعمل في الكوره. ان انت ترجع مع فريق ضد الجزائر تتعادل معاه وتكسبه كمان في شوط، دي حاله نادره قوي، اللي صحيح. هو العوده والكومباك اللي احنا دايما بنقول عليه، انت وفريق كبير زي الجزائر كمان. لكن انا عايز اقول لك ان الجزائر خلي بالك عندهم مشاكل كبيره قوي في الاربعه الديفنس بتاعهم، ممكن يكون مثلا اول تشكيله ليهم الاربعه دول يلعبوا النهارده كده، يعني قبل كده ما كانتش التشكيله دي، ده حقيقي. فكان عندهم النهارده لخبطه كبيره قوي. الشوط الثاني بداوا يظبطوا نفسهم شويه، زائد رجوع فريق زيمبابوي البدني ساعد الجزائر، زائد كمان انت عارف اللعيب الكبير بيجي في وقت كده بيصعب عليه نفسه، انا ازاي شكلي كده، يعني ازاي انا عامل كده. الجزائر ما كانوش موجودين خالص الشوط الاولاني، الشوط الثاني بداوا يرجعوا بقوه كمان. طبعا اكيد المدرب اتدخل بين الشوطين، اتدخل فعليا بالكلام، وبعد كده اتدخل بالتغييرات، زائد التغييرات العكسيه لفريق زيمبابوي، ان هو بدا يخاف على الماتش يا فاروق، ان هو بدا يقول لك انا اطلع بقى 2-1 ابدا اقفل، ودي اكبر غلطه. طالما انا فريقي انا شايف ان هو كويس وبجري فريق المنافس وبدافع وبهاجم كويس، ليه لا؟ ليه ان ما افضلش هاجمه ليه؟ يعني ليه ان انا اقول للجزائر تعالوا بقى هاجموني واستنى في نص ملعبي او قدام ال 18 بتاعتي واقعد بقى ان انا اشتت واجري على كوره واعمل الهجمه المرتده؟ ما كانش ده طريقه لعبهم الشوط الاولاني، عشان كده فرق معاهم كتير قوي الشوط الثاني. نتيجه المباراه كابتن كنا بنتكلم، انت توقعك بقى للمباراه القادمه انها هتبقى قويه جدا، نتيجه لنتيجه هذه المباراه والتعادل، يمكن اكيد التفكير هيبقى مختلف بالنسبه اللي بعد كده المباراه بس هي حاجه بس سريعه بالنسبه لمباراه الجزائر ومباراه زيمبابوي. الجزائر كان بيلعب 4-2-3-1 تمام، زيمبابوي 4-3-3. انا شايف برضو ان الاداء الجماعي
لفريق زيمبابوي هم اللي هو اللي وصلهم للنتيجه دي، الاداء الجماعي. صحيح بالظبط، واخد بالك بالظبط، بعكس يا كابتن ميدو الاداء الجزائري. انا اعتقد ان الشوط الثاني كلها فرديات فرديات طبعا. فرديه 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 مهاره فرديه والانانيه يا كابتن ربيع في بعض الاوقات، بالك ان تيم الجزائر ما عندوش الجماعيه، كلها قدرات فرديه بالظبط. ادي طبعا هيبقى يعني السنغال من الفرق المصنفه ترشحها للبطوله. انا بقول على النتيجه يا كابتن بالنسبه دي، بالنسبه لهذه المباراه هل هتبقى حافز للفرقتين؟ انا مش عايز يعني مش عايز اخش في المباراه بتحليلها لان عندي فاصل، لكن عايز يعني وجهه نظر مدربين حاليا للفرقه اكيد التانية. طبعا يا كابتن اكيد، ما هو النهارده لما فرقتين يتعادلوا احسن من فرقه تكسب. وبعدين انت عندك ثلاثه مصنفين، عندك الجزائر وعندك السنغال وعندك تونس. ثلاثه دول ترشحهم من بعض الادوار. اذا كان زيمبابوي اللي هي بعيده كل البعد بتتعادل، بتفاجئني مش بتعادل العشوائي، ده تعادل مستحق مقنع مع بطل مرشح ان ياخد كاس. فالطبيعي جدا ان السنغال تبقى عندها الحافز انها تكسب، الطبيعي جدا ان تونس تحاول انها تكسب، لكن هو المباراه فنيا في الملعب صعب على الفرقتين، على تونس وعلى السنغال. مين اللي هيكسب؟ اللعيبه هي اللي هتقول، القدرات هي اللي هتقول، 90 دقيقه هي اللي هتقول ان شاء الله تعالى. لكن انت بتشوف كابتن النهارده رياض محرز واسلام سليماني الافضل يعني الاقوى اللاعبين الموجودين والناس بتتكلم عنهم بشكل قوي، ادوا الشكل اللي كان مطلوب منهم الشوط الثاني. الشوط الثاني بصراحه الجزائر عمل شوط عالمي، دي حقيقه. يعني هو رياض احرز هدفين فعلا، هو يعني مفيش شك ان في اخطاء عند الجزائر. الجانب الدفاعي بعاد برضه، الجانب الدفاعي الجماعي والفردي انا شايفه ان هو ضعيف عند الجزائر وكان ليهم هدفين. انما الفرديات هو الاداء الفردي الغالب على المنتخب الجزائري، وعنده قدرات ممكن تحسب في اي وقت. عنده اكتر من لعيب كويس غير رياض. رياض النهارده ده اللي صنع الفارق النهارده في هدفين. كانوا مزنوقين فعلا، وكانوا الاداء الزيمبابوي والمهاره والسرعات الفائقه اللي شفناها من الفريق تعبت النهارده الجزائر. صحيح. الافارقه خلي بالك لما بنشوف عندهم سرعه وقوه بيتعبونا جامد جدا. طبعا طبعا. طيب خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع طبعا نكمل كلامنا بقى على مباراه تونس والسنغال، مباراه قويه ايضا في هذه المجموعه، المجموعه الثانيه. اكيد نتمنى ان هي تكون بنفس المستوى اللي كانت فيه مباراه زيمبابوي والجزائر.